اللواء 123 يعلن تأييده لعاصفة الحزم، والانقلابيون يكثفون قصفهم العشوائي على عدن عقب صدور قرار مجلس الأمن. وأيضا في أهل هذا المساء، المملكة تتجه لإنشاء 16 مفاعل نووي، ووزارة العمل تعتزم تأنيث المحال العامة، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في أهل. يا هلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. عاصفة الحزم كالعادة ثابتة في كل حلقاتنا، ونبدأ بهذا الموضوع حيث أعلنت قيادة اللواء 123 مشاة التابع لمحور الغيضة تأييدها لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وتعهدت قيادة اللواء في بيان أصدرته اليوم بالتصدي بكل قوة وحزم لميليشيات التمرد الحوثي. هذا وقد تبنى مجلس الأمن الدولي قبل يومين قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر الأسلحة. وصوت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. نتابع هذا التقرير وبعدها نتابع مستجدات عاصفة الحزم. تواصل عملية عاصفة الحزم عملياتها العسكرية تجاه معاقل الحوثيين ومتمردي المخلوع علي عبد الله الصالح. وأفادت مصادر محلية يمنية اليوم الخميس بسقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي جماعة الحوثي في غارات عاصفة الحزم، استهدفت مواقع تابعة لهم في محافظة أبيان جنوب البلاد. وقد أكد المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري على أن قوات التحالف مستمرة في تنفيذ عملياتها واستهداف مخازن الذخيرة، مشيرا إلى أنها نفذت في الأمس الأول عمليات إسقاط أسلحة ومعدات ودعم طبي في عدد من المناطق للمقاومة الشعبية ورجال القبائل، مبينا أن قوات التحالف استهدفت مخازن في منطقة الحديدة، وبين أن القوات البرية وقوات حرس الحدود تقوم بدورها باستهداف التجمعات والتحركات على الشريط الحدودي، مشيرا إلى أن هناك تحركات شبه يومية من الميليشيات باتجاه الحدود الجنوبية للمملكة، وتتركز بشكل أكبر في قطاع نجران. هذا وقد ذكرت مصادر يمنية أن الرئيس المخلوع علي صالح أرسل رسائل إلى دول خليجية حملتها قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام لطلب الخروج الآمن له ولأسرته، مبديا استعداده للتعاون، لكن طلبه قوبل بالرفض من السعودية. اليوم عقد نائب الرئيس اليمني الجديد خالد بحاح مؤتمرا صحفيا بالرياض، وذكر فيه أنه لا يمكن الاستجابة إلى أي مبادرات بدون وقف القتال، وأضاف قائلا: اليمن ينتظر بلهفة العودة إلى الهدوء والاستقرار، والوضع الإنساني يستدعي تدخلا دوليا وإقليميا. وأشاد بحاح بموقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودول الخليج وكل الدول الداعمة والمشاركة، ورحب نائب الرئيس اليمني الجديد بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن، والمطلوب أولا من ميليشيا الحوثي وقف العبث بالوطن. للحديث أكثر حول ملف عاصفة الحزم يلتحق معنا في الاستديو الطيار ركن المتقاعد سعيد الذيابي، وكذلك يلتحق معنا الناشط السياسي والإعلامي اليمني الأستاذ فيصل الحذيفي. حياكم الله معنا.
خليني أبدأ معك أستاذ سعيد. يعني وزير الخارجية اليمني المكلف رياض ياسين كشف أن الحكومة اليمنية الشرعية تعمل على استئناف يعني العملية السياسية إطلاق الحوار في الرياض خلال الأسابيع القادمة. وحنا نعرف أن مجلس الأمن قبل يومين صوت لشرعية عاصفة الحزم، دعا الحوثيين لتسليم المناطق اللي سيطروا عليها، تسليم السلاح، وعطى مهلة أكيد 10 أيام لتطبيق هذا القرار. سؤال، هل نتوقع أنه الحوثيين يذعنون للعملية السلمية، يستسلمون، يسلمون أسلحتهم، وبالتالي قد يسمح لهم أن يتواجدوا على طاولة الحوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذا اللقاء. حقيقة جماعة الحوثي مع الأسف أنها ما تتعظ، يعني حركة مراوغة من تقريبا 4-5 سنوات وهي تمد لها الأيدي، ويعكف المجتمع اليمني أنها تساهم في الحوار وأنها عطتهم فرص لا تعد ولا تحصى حتى نجنب اليمن والشعب اليمني المنزق الذي وصل إليه. لكن حركة أخذت الألاعيب الحوار اللي لا ينتهي لنتيجة من إيران، حركة أعطيت الكثير من الفرص لكن مع الأسف لم تستجيب. أصبح اليوم إمكانية رجوعها للحوار لن يتم إلا بعد ما تسلم السلاح وتعترف بالشرعية للرئيس اليمني، وتحاول هذه الحركة عندما تصل للقناعة أن لا يمكن لها أن تكسب الحرب ولا يمكن لها أن تنتصر في هذه المعركة. قد يكون أنه زعامات من الحركة يعطون دور في المستقبل حتى يتم العملية السياسية تصير بكل سلاسة في اليمن. هذا المتوقع في المرحلة القادمة. العملية السياسية هي الهدف الكبير للحرب، يعني الحرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في القمة العربية في القاهرة أعلن بكل وضوح إن قلوبنا وعقولنا مفتوحة. متى ما اقتنع الشعب اليمني، متى ما اقتنع أصحاب القرار أنه آن الأوان للحوار الذي سوف يفضي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحرب لا يوجد أي إشكالية. لكن لا يمكن أن يتم أي حوار ما لم يتحقق الأهداف الاستراتيجية العليا للحرب. متى ما تحققت سوف ينزوي. أهم هذه الأهداف هل هي مثلا القضاء على العدة العسكرية للحوثيين وتسليمهم مثلا مناطق اللي سيطروا عليها وانضمامهم مثلا يعني ككيان كمكون من مكونات، يعني حتى لو أرادوا أن يدخلوا في الجانب السياسي يكون مكون سياسي، هل هذه تقدر تتوقع أن هي أهم الأهداف؟ الأهداف الاستراتيجية المعلنة للحرب واضحة وصريحة، إعادة الشرعية لليمن، حفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن، تفويت الفرصة على أي دولة إقليمية أنها تهدد مصالح دول الخليج والمملكة العربية السعودية في اليمن. هذه الأهداف المعلنة للحرب. الآن هل الحوثيون يستطيعون أن لما تتحقق الأهداف السياسية أن يصير لهم دور مستقبلي في اليمن؟ أنا أعتقد أنه متى ما انضموا مع الشرعية اليمنية، متى ما اعترفوا بالرئيس الرئيس اليمني هادي رئيس شرعي معترف فيه، متى ما سلموا السلاح للدولة، متى ما أيقنوا أنهم لا يمكن لهم أن يحكموا أقلية يختطفوا اليمن ويحكموا اليمن، عندما يصل للنقطة هذه ممكن أنهم يصيرون جزء من الحل. طيب سيد فيصل خليني أسألك، يعني عاصفة الحزم الضربات الجوية المتتالية كشفت لنا حجم الذخيرة الهائلة الذي يمتلكه الحوثيون، مخازن ومخابر للأسلحة بشكل كبير. يعني اليمن تحول إلى مستودع للسلاح. صحيح. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هنا أقول جئتكم من أرض بلقيس وروى والعظيمة سبأ، أصل عدنان ونسل القحطان، الحضارة والمنارة اليمن التي كادت أن تختطف هويتها التاريخية التي هي مهوى أفئدة وصول العرب من 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 المحيط إلى الخليج، كادت أن تتحول فارسية الهوى، فارسية الهوية. ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون سلمان الخير، سلمان العاصفة الذي عصف بأحلام الفرس
وعصف بأحلام حلفائهم في المنطقة. نعود إلى سؤالك أستاذ الكريم، وأنا أحب دائما أن أفتتح بصخب ربما لقاءات، يعني أقول أن الترسانة العسكرية التي كشفت عنها العاصفة فعلا هذه هي الترسانة التي سلمها صالح للحوثيين بتحالفه معهم. اليمن بمقدراتها كاملة كانت تشترى بها سلاح، كنا نعاني الفاقة أحيانا، نحتاج إلى دعم الإخوة الأشقاء والأصدقاء، وكنا لا ندري أنها تخزن بها سلاح لتعود إلى خاصرة اليمني، لتعود إلى صدر الشعب اليمني البسيط الذي تمنى أن تتحول هذه أموال هذه قيمة هذه الأسلحة إلى جامعات وإلى بنى تحتية متماسكة، إلى عملية تنموية مستمرة تخدم اليمن تدفع به إلى مصاف الدول المتماسكة والدول التي لا تحتاج إلى غيرها. لكن كانت أسلحة لم يستفد منها اليمني وتحولت إلى وباء، فجاءت العاصفة لتكفينا شر هذا السلاح. السلاح أستاذ كان كبير جدا، يعني ما كنا احنا كيمنيين ومتابعين ونشطاء وربما تتسرب لنا معلومات كنا نستهجن الكلام عن كم هذا السلاح، لكن هذا السلاح لم يستطع أن يحمي عاصمة اليمن ورمز اليمن وتاريخ اليمن صنعاء لمدة تزيد عن 14 دقيقة. تخيل سلاح وحزام أمني حول العاصمة بكثير من الألوية والمعسكرات كلها يعني سلمت مدينة صنعاء التاريخ أزال في 14 دقيقة يا أستاذ. إذن هذا السلاح كان وبالا وكان نقمة وكان من أقوات البسطاء وحاجة اليمني. طيب خليني أسألك، يعني سيد سعيد، يعني فيما يتعلق بالحراك الدبلوماسي اللي كان متواكب مع الحراك العسكري، يعني أخرت يمكن قرار مجلس الأمن اللي صوت لصالح المشروع الخليجي الذي تم تقديمه في مجلس الأمن. السؤال، كيف رأيت العمل الدبلوماسي متضامنا مع العمل العسكري؟ أتكلم حتى قبل ما يعني يكون في عملية عسكرية، كان هناك جهود دبلوماسية لأجل حل الموضوع، حتى وصل الموضوع إلى أن يتخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قرار بدء عاصفة الحزم. دائما احنا تعلمنا ودرسنا عناصر القوة الوطنية. أي دولة تستفيد وتوظف عناصر القوة الوطنية لإنجاز الأهداف الكبرى. عناصر القوة الوطنية احنا نتكلم عن الجهد او العنصر السياسي والدبلوماسي، العنصر الاقتصادي، العنصر المعلوماتي، العنصر العسكري. احنا وجدنا نجاح منقطع النظير وهذا بفضل الله عز وجل. ثم ما لهذه الدولة من مكانة عالمية؟ يعني احنا في حدود تقريبا 10 الى 15 يوم حشدنا تأييد منقطع النظير. الجهود الدبلوماسية دائما الحرب امتداد للسياسة، ودائما الحروب يقررها الساسة وينهيها السياسيون. ولذلك الإجماع مجلس الأمن يمكن اللي أخذت لم تصوت على القرار روسيا الاتحادية، ولكن لم تستخدم حق النقد. هذا نعتبره نجاح يضيف ويدعم الإجماع الدولي لإنقاذ اليمن. القرار هذا يضع العالم أمام مسؤولياته، يعطي انطباع للعالم وللأمة العربية أن الحمد لله أن فيه قادة ودول تستطيع أن تؤثر في العالم، تستطيع أن تحقق إنجازات على المستوى الدبلوماسي بالتوازن على المستوى العسكري، لأن الهدف المعلن الكبير لا بد أن نكسب الحرب. وبكل المعايير لما نتكلم الحرب نتكلم عن مسرح الحرب ومسرح العمليات ومسارح القتال وناخذها يعني مسرح احنا الحمد لله متفوقون، واكاد اجزم انه كسبنا مسرح الحرب وكسبنا مسرح العمليات، واحنا الان في مسارح القتال وفي مناطق القتال ممكن نتكلم عنها فيما بعد، لكن ونوشك ان نحسم المعركه باذن الله في اليمن خدمه لابناء اليمن وخدمه للمنطقه وتفويت الفرصه على الغول الايراني اللي مع الاسف بدأ يتخبط وبدأ يعتقد أنه يستطيع أن يرهب الأمة العربية ويهدد أنه إن شاء الله، أنا ما أدري هم استخدموا كلمة إن شاء الله، لكن أن عندنا أن استطعنا أن نسيطر على 4 عواصم عربية والآن الدور جاي للعاصمة
الخامسة. فضل الله عاصفة الحزم فوتت الفرصة على أعداء الأمة العربية، أعادت الأمة كبريائها وعزتها حقيقة. الجهود الدبلوماسية اللي الآن يعني بفضل الله تمخض عنها القرار هذا اللي أصبح تيد واضح وصريح. إحنا الجهود الدبلوماسية والجهود العسكرية كلها في نفس الاتجاه. جميل. كل عناصر القوة الوطنية مسخرة لإنجاز وكسب الحرب. جميل. أنا بسألك يعني في الفترة القادمة عن موضوع الجانب العسكري، كيف ترى أنت وأنت طيار يعني متقاعد وعندك خبرة أكيد عسكرية، كيف ترى سيرها يعني عمليا؟ وحتى يعني أخذ انطباع على فيصل، لكن بعد ما نطلع إحنا وياكم هذا الفاصل وبعد لنا عودة. يا أهلا فيكم من جديد، نتابع حديثنا عن عاصفة الحزم، ويتابع معنا في الاستوديو طياركم متقاعد سعيد الذيابي، وكذلك الناشط السياسي والإعلامي اليمني الأستاذ فيصل الحذيفي. أستاذ فيصل، خليني يعني أسألك ما يتعلق بالمؤتمر الصحفي اليوم. نعم، يدركنا أحمد عسيري يعني وجه رسالة حتى كان في رد يمكن على أحد الأسئلة من الصحفيين، انه للقيادة المقاومة الشعبية ان ينتقلوا الى وضعية الهجوم. هل هذا معنى دلالة الى انه انهكت القوة الدفاعية وقوة الحوثيين؟ والسؤال الاخر كذلك، ذكر الميليشيات الحوثية الان بلا قيادة وبلا سيطرة، تعليقك كيف الوضع الان في الداخل؟ يومية المعركة تسير بخطى متزنة، بخطى صحيحة ومبشرة، هي تعاني إن شاء الله نهاية الحوثيين باتت وشيكة. كلام عسيري طبعا رجل متمكن وما يتكلم من فراغ، لأنه رجل مسؤول، رجل دولة، وهو يمثل حملة لا يمكن أبدا أن يأتي بأحداثية ببقائع غير صحيحة. الرجل يتكلم عن فعلا في اليوم في محافظة تعز على سبيل المثال، الوضعية تحولت من فقط من إلى الهجوم. اليوم تمت دك مواقع الحوثيون والقوات الموالية لهم، وانضمام أيضا اللواء 35 التابع للحرس الجمهوري أنضم إلى الشرعية وأعلن ولائه لليمن. تم قصف مواقع الحوثيون، تم الآن في حرب شوارع في مدينة تعز، كذلك الحال في مدينة عدن، كذلك الحال في محافظة مأرب. أيضا أزف بشرى للمشاهد الكريم بأن قطاع المنطقة الشرقية جزء كبير منها انضم اليوم إلى الشرعية، المتمثل في محافظة المهرة ومحافظة حضرموت، تخص مديرية سيئون والقطن وتريم، كذلك المرابطين، اللواء المرابط في جزيرة سقطرة أعلن ولاء وانضمام للشرعية. صالح وتحالف صالح الحوثي الآن ربما هو في لحظات ربما رقصة مذبوح، هو يؤدي الآن، يقوم بدور هستيري، ملاحقات. اليوم تم إيقاف الصحف المتبقية إلكترونيا، تم إيقاف الرسائل الأخبارية عن طريق الموبايل. اليوم الحوثيون اليمن أدخلوها في ظلام دامس من ناحية الكهرباء، كل خطوط الطاقة تم قطعها. وهذه الضيف الكريم ربما يعلق عليها عسكريا بأن من يلجأ إلى مثل هذه الوسائل هو يعني يكون في مراحل النهائية، وهي عنصر ومؤشر خطير جدا، وليس خطير، مؤشر خير، أحيانا تخونني اللفظة أو المفردة. الشعر الثاني بأن الحوثيين بلا قيادة، هم جمع من الغواء، جمع من نتكلم عن الحوثيين اللي هو ليس تحالف صالح، تحالف صالح تعارف منظم، تحالف صالح وبقاء الدولة، تحالف صالح والحرس الجمهوري بقيادة نجل أحمد، تحالف صالح كان يعني تسلم كل مقدرات الأمة اليمنية للحوثيين، لكن الحوثي هم دفعوا بطلاب مدارس
دفعوا بـ 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 لذلك كان قرار مجلس الأمن واضح بمنع أو بطلبه لتسريح الطلاب وتسريح الأطفال من الأحداث من مسارح العمليات، ويقصد بها الحوثيين الذي دفعوا بأطفال. بل أن المشاهد ربما لعله يعني إذا عملت بحث عن طفل تعمل طفل بعد يعني سلاش حوثي تجد الطفل وهو يعني يحمل بندقية في أثناء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، وهو فاغر فاه لقطرة القطرة اللقاح من الشلل يعني لمكافحة شلل الأطفال. هذه يعني من المضحكات المبكيات. القيادة الحوثية صارت تتوارى، عادت إلى الكهوف، هي الآن تبحث لعائلتها عن ملاذ آمن. اليمني بطبعه يعني ربما عاطفي، قد يغفر لهذه الجماعات، قد يغفر يعني من ناحية إنسانية. لن وأنا أقول هنا وأتكلم عن 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 السعودة العظمى من الشعب اليمني، لن يمارس اليمني الحر، لن يكون كما يفعل كما فعلتم، لن يكافئكم بالمثل، لن يدخل إلى غرف نومكم، لن يفرح بسرقة ونهب سرة الأطفال، ولن يعبث بمحتويات منازلكم. ارفعوا الرايات البيضاء، وقفوا وتوقفوا عن قتل أبناء اليمن، يكفي. لن تستمروا، لن تجابهوا، تستطيعوا أن تغطوا الشمس بغربال. مضاداتكم الأرضية كانت وبالا على اليمنيين بالرجيع الذي يتساقط على 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 أسطح المنازل. سلموا، دعوا المستشفيات تعمل، دعوا خطوط ما تبقى من خطوط الطاقة تعمل، دعوا الناس يعني يعيشون حياتهم بعيدا عنكم، فما أنتم إلا يعني ذاهبون، وربما ساعتكم قليلة وأحماركم باتت وشيكة. تفضل يا أستاذ. طيب. أنا أسهبت ربما. لا لا، أنا مندفع لأني أنا مستبشر. أنا أعيش اليوم يوما من الدهر لم تصنع أشعاته في برنامج شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا. تفضل. في برنامج هذا نحن مع يعني وتوجه قيادتنا الكريمة، إحنا مع الشعب اليمني وكلنا قلبا وقالبا مع اليمن، عودة الاستقرار والأمن، عودة الشرعية إلى اليمن. وبالعكس أنا حريص أنك أن تنقل ما يدور داخل اليمن، ولا يتحدث باسم اليمن يعني أكفى من أن يتحدث أبناء اليمن حقيقة. صحيح. قلوبهم كذلك وعندهم كذا يعرفون ومطلعون قريبون من الواقع. الحوثيون عبثوا في عبثوا بالنسيج الاجتماعي اليمني. الحوثيون أفسدوا في خلال الأشهر التي سيطروا فيها على اليمن، أفسدوا يعني أتوا بما لم يأتي به التتار، وكأنهم انسلخوا من جسد اليمني والثقافة اليمنية والهوية اليمنية. ولكن نقول لهم يعني إن شاء الله يعني الله يحفظ اليمن، الله يحفظ اليمن ويعود سعيدا سعيدا مجيدا بإذن الله ويبقى كذلك بإذن الكريم إن شاء الله. طيب سيد، خليني أسألك، أنتقل للجانب العسكري. طيار سابق حلقت في السماء، وبالتالي يعني أنت تتحدث من خبرة عسكرية، يعني كيف ترى الضربات الجوية التي تقوم بها عاصفة الحزم واستهدافها لنقاط محددة، سواء تكون مخازن أو ثكنات للمخازن أسلحة أو ثكنات عسكرية للحوثيين أو تجمعاتهم، بشكل عام عسكريا كيف تراها؟ الضربات الجوية دائما في الحروب النظامية والحروب دولة لأخرى، دائما هناك ما يسمى بنك الأهداف. بنك الأهداف هذه معروف ومعلومة، ويتم ضربها وفق رحلات وطلعات مبرمجة ومجدولة. الحروب الغير نظامية مثل اللي صار للحوثيين جماعة متمردة على الشرعية، والهدف من الحرب أبدا لم يكن ضرب البنى التحتية لليمن، لم يكن في أي يوم من الأيام هدف العسكريين ضرب الوحدات التي لا يمكن أن تكون في وضع قتالي أن يتم ضربها. ولذلك فلترت الأهداف أن الهدف يأتي بعد ما يمر مراحل معالجة حتى تتأكد القوات الجوية والضربة الجوية أنها طالعة للهدف الصحيح. لما نتكلم عن إلى اليوم وش الإنجازات اللي على الأرض أثبتت الضربات الجوية، ما راح أتكلم يعني تكلموا كثير من المحللين العسكريين أهداف العمليات الجوية وين وصلنا في المراحل، لكن أنا بركز على الفترة البسيطة والفترة المستقبلية. التعامل الآن بكل وضوح أنها يصير تحييد أو تدمير الوحدات العسكرية اللي تدعم المتمردين وضد الشرعية. الحوثيون استخدموا تكنيك أو تكتيك يعني ساذج لكن فعال، بحيث أنهم يأتوا للألوية العسكرية
وقيادة الألوية أنا كعسكري دائم من يتخذ القرار فيها 10 إلى 15 شخص، أركان اللواء وقادة الكتائب القتالية هم من يتخذون قرار تسليم اللواء للحوثيين أو الرفض ومتابعته للشرعية. فعن طريق الأموال اللي 60 مليار، مثل ما تكلم ضيفك العزيز إنه 60 مليار قوت الشعب اليمني اللي ينتظر المستشفيات والتعليم والبنى التحتية، فإذا هي تخزن في حساب رئيس مخلوع أذاق اليمنيين وجيرانه الكثير من الولايات، فهناك يعني يتم كسب الولاءات، يتم شراء ذمن بعض الضباط مع الأسف حتى لا أظلم يعني الكثير، فتسلم الألوية للحوثيين. هنا يأتي دور القوات الجوية تضرب الوحدات اللي استلمها الحوثيين وأصبحت تشكل خطر على الشعب اليمني. العمليات تتم يعني باختيار دقيق، يحرص الطيار أن يتجنب البنى التحتية مثل ما قلت، المدارس، الطرق، إلا أي هدف يديم العمليات العسكرية يتم ضربه، وهذا صرح بالعميد أحمد عسيري المتحدث العسكري باسم قوات التحالف، قال بكل وضوح أي هدف يتسبب في إدامة العمليات العسكرية سيضرب. وإحنا وجدنا الحوثيين يخزنون ذخائر السلاح في المدارس وفي المعاهد العلمية وفي كرة القدم، حتى هم يحاولون يجدون كسب إعلامي، يعني يتم تتم الضربة ويصور إعلامهم هذا مدرسة، يحطون اللوحة مدرسة الفلانية تم ضربة، ويجيبون جرحى ويسوون دبلجة في الموضوع. لكن الضربات الجوية إحنا في مراحل تهيئة ميدان المعركة للمعركة البرية. جميل. طيب بس الوقت عندي شباب يقولون يعني داهمني، لكن أنا لزاما عيعت إنه إذا كان معنا ضيف من إخواننا اليمنيين الأعزاء الغالين علينا دائما أدع لهم المساحة الأخيرة. لا هم يستحقون، هم أبدا أنا أستمع. سلم اللواء. الله يسلمك. أنا اللواء الإعلامي. اللواء الإعلامي. طيب أستاذ فيصل، يعني أريد أن تتحدث في آخر جزئية المصير المتوقع لعبد الملك الحوثي وأعوانه وأذنابه كذلك، والمصير المتوقع للمخلوع علي عبد الله صالح. المصير هو مصير معروف، إنه المتمرد دائما الذي يعني ينطح الجبل الأشم برأسه هو يهشم رأسه في الآخر، ويكون يعني ضحية غروره وضحية كبريائه وعناده. الوقائع التاريخية والشواهد اللي لم يعني تترك لنا يعني هي أعطتنا تحليل، لأن يقولون في العلاقة الإنسانية تتكرر وتؤدي إلى نفس النتيجة كما هي في المناحي العلمية، لأن تصرفاتنا إذا كانت واحدة تؤدي إلى نتيجة نفس. أنا بس أريد أن أعلق على شيء، أنه وأنا بدي تعلق بعد على جزئية على جزء القناة الشرعية اللي صارت تبث من الرياض. نعم، القناة الشرعية اليوم أنا جاي من القناة الشرعية ولها هدف سامي ونبيل جدا، وهو إيصال المعلومات من الداخل، نقل ما يدور في الداخل إلى الخارج، لأننا الآن نمر بمرحلة من التكتيم الإعلامي. الحوثيون مارسوا تضليل إعلامي كما مارسوا سيطروا على أجهزة إعلامية في اليمن. إذا هم وضعوا الرئيس تحت الإقامة الجبرية ورئيس الوزراء والقادة العسكريين والسياسيين، هل تتخيل أنهم يعني يتركون من يعطي معلومة صحيحة من الأرض؟ بالنسبة أيضا أقول هذا يعني للمشاهد اليمني وللمشاهد العربي، أن اليمن بخير، وعاصفة الحزم جاءت من أجل اليمن، لم تستهدف إلى حد الآن، وأنا مسؤول عن كلامي، أي بنية تحتية مهمة بعيدة عن الهدف العسكرية. الحوثيين هم من استهدف المساكن والسكان، الحوثيين هم من وضعوا مضادات الطيران على المستشفيات والمدارس والجامعات، الحوثيين هم من استهدفوا المصانع ورجال الأعمال والغباء الشديد الذي يمارسوا للإعلام أيضا. يعني تتخيل مبنى يقصف من الجانب ويقولون طيران عاصفة الحزم، وهذا يعني كان المشاهد البسيط له أن يعني يعرف من أين جاءت هذه القذيفة أو مصدرها. الحوثيين يمارسون تضليل إعلامي كبير، الحوثيين يبشرون جماهيرهم ربما التي تبحث عن بسطاء منهم الذين يبحثون عن صناعة مجد ويتغنون بها، أنهم وصلوا إلى وادي الدواسر، وأنهم تسلموا عسير، وأنهم احتلوا قرى جيزان، وأن صواريخهم تدك الرياض، وأنهم ربما يقولون تبوك أحيانا وعرعر، وهم لا يعرفون هذه الجغرافيا، وتجد من ينتشي ويشعر بالزهو
وهذا نقول لهم يعني أن الوقائع مختلفة تماما، هم لم يستطيعوا حتى يعني ربما إصابة ذيل الطائرة، حتى الطيار الذي أتوا به مرة وقالوا أنه يعني اختاروا ربما الطيران السوداني، ربما هم يتوقعون أن مضاداتهم قد تصل إليه، وأعلنوا لجمهورهم وبوسائل الإعلام أننا اليوم أسقطنا طيار سوداني، وصوروا طيار بلباس ميكانيكي بلباس ربما من وكانت ممدوقة الآن، كان قبل أمس يقول أين الطيار السوداني اللي تساومون بها، وعلى الأقل تظهرون للإعلام مرة ثانية. أنا أبشر الجميع وأقول لكم أن اليمن سيعود سعيدا، وأنا يعني أعرف أن أنا قد أطلت وأن المخرج ربما يمسك بعد ما أطلع، لكن أقول لهم اليمن هذه مشكلة صوت إعلامي يعرف أنه في وقت وفي آخر شيء، بس إذا بعدك في 20 ثانية طلع. أنا أثق أن شعب اليمن العزيز شعب أهل الإيمان والحكمة أن سيحرر اليمن ويضمن وحدة اليمن واستقراره، وأن زعماء القبائل والقادة العسكريين سيقفون، وأنه الآن المحايدون ليس لهم وقت في الأزمات الكبرى، هذا وقت الشعب اليمني والقادة والعسكريين لاتخاذ القرار الصحيح، وفرصة ذهبية الآن. دائما المحايدون في القرارات الكبرى والصراعات العظمى في الدرك الأسفل من النار، هذا ما هو حديث لكن مقولة، فآن الأوان للقادة العسكريون أنهم ينضمون للشرعية ويوحدوا هذا البلد ويحفظوا أمنه واستقراره بمساندة أخوانهم في دول مجلس التعاون. شكرا جزيلا للطيار ركن متقاعد سعيد ذيابي، وكذلك شكرا للناشط السياسي. شكرا جزيلا لك والأستاذ فيصل، وأنا على ثقة بأن اليمن ستبنى من جديد بإذن الله. الله يحفظ اليمن، وبالتأكيد ما جاءت عاصفة الحزم إلا لإنقاذ اليمن، وما جاءت إلا لإنقاذ الشرعية في اليمن، وأكيد هي رسالة نوجهها لأخواننا في اليمن اللي قلوبنا معاهم، نملك يعني نبادلهم نفس المحبة، يعني يجمعنا العرق والدم وكذلك التاريخ، أننا معهم، وبالتأكيد دورهم كبير في عاصفة الحزم بأن لا يدعوا مجالا يعني للحوثيين ومن ناصرهم بأن يختطفوا اليمن ويختطفوا الشرعية، دورهم كبير حقيقة، وألا يخدعوا كذلك بالمكينة الإعلامية الكاذبة التي يستخدمها الحوثيين يعني رسائل وبطرق عفى عليها الزمان وتبين الحقيقة لأقل الناس الكذب والخداع الذي فيها. فاصل قصير مشاهدين الكرام، وبعد الفاصل لنعوده.